بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما على من زكى الله سبحانه وتعالى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وصلاة وسلاما على من كلفه ربه ببيان القرآن فأحسن البيان. أحسن البيان قولا، أحسن البيان فعلا، أحسن البيان تقريرا. وصلاة وسلاما عليه دائمين إلى يوم القيامة. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذه هي المحاضرة الثانية من دورة مقدمة في أصول التفسير، واليوم إن شاء الله نتناول مصادر التفسير. نحن نريد أن نبين أن خريطة أصول التفسير، يعني الموضوعات التي سوف نتناولها في هذه الدورة. أول موضوع إن شاء الله اليوم هو مصادر التفسير. الموضوع الثاني هو طرق التفسير. الموضوع الثالث هو الإجماع والاختلاف في التفسير. الموضوع الثالث قواعد التفسير والترجيح. الموضوع نحن تناولنا الآن مصادر التفسير وطرق التفسير والإجماع والاختلاف في التفسير وقواعد التفسير والترجيح ومقاصد القرآن. هذه هي موضوعات هذه الدورة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتيسير. الموضوع الأول هو موضوع مصادر التفسير. ماذا نعني بمصادر؟ إذا عمد المفسر إلى التفسير فما هي المصادر التي يرجع إليها؟ ما هي مصادر التفسير؟ ما هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن؟ مرة أخرى، المصادر الأولية، المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن الكريم. هذه هي الموضوعات، موضوعات مصادر التفسير. أولا، المصدر الأول القرآن الكريم. يعني عندما يريد المفسر أن يفسر آية أو جملة من كتاب الله، أول ما يبحث عن معنى الآية في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو مفسر لبعض، يفسر بعضه بعض. القرآن يفسر بعضه بعض، ومنزل القرآن هو العالم بما أنزل. إن شاء الله نفصل فيه. يبقى مصادر التفسير أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، ثالثا أقوال الصحابة، رابعا أقوال التابعين وتابعيهم، واللغة العربية. اليوم إن شاء الله نتناول مصادر التفسير. نبدأ بالقرآن الكريم. ومعنى تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم بيان معنى آية بدلالة آية أخرى. تفسير القرآن بالقرآن بيان معنى آية بدلالة آية أخرى. المتأمل في كتاب الله يجد أن ما أوجز في مكان قد بسط في مكان، يعني القرآن يجمع ما بين الإيجاز والبسط، وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر، وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحق التقييد في
ناحية أخرى، وما كان عاما في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى. ولعل السائل والحاضر في هذا الدرس يسأل سؤال: هل أعطيت لنا مثالا توضح به ما قلت؟ لو تأملنا في بداية المصحف وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله سبحانه وتعالى لما قال في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والسائل يقول: من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ جاء تفسيرها في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 69: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني أربع فئات: الأولى الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الثانية المعنى الثاني والفئة الثانية الصديقين وسيدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، والشهداء وسيدهم جعفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ثم الصالحين الذين يشملون عموم المسلمين. هذه الآية التي جاءت في سورة الفاتحة وهي صراط الذين أنعمت عليهم، والسائل يسأل ويقول: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أجابت سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وسيد محمد صلى الله عليه وسلم والشهداء وسيدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والشهداء وسيدهم حمزة رضي الله عنه، وثم الصالحين الذي عمت جميع من آمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله. ثم قال ربنا: وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع المنعم عليه. طيب، وإذا تقدمنا في قراءتنا في المصحف وذهبنا إلى سورة البقرة، هل يوجد في سورة البقرة مثالا لهذا الأمر؟ هل يا شباب الذين يحضرون معنا يعرفون مثالا لما قلنا؟ يعني آية ذكرت ثم ذكر تفصيلها ثم ذكر تفصيلها، ولعل يعني السريع الإجابة يقول: في بداية المصحف، في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم، هدى للمتقين. من المتقون؟ هل أحد يجيب منكم؟ هل أحد يشارك ويجيب؟ من المتقون؟ ما صفات ذكرتها الآية؟ أحد من بسمة، أبو عائشة، الرشيد العليلي، سعاد الراشدي وغيرها. طيب، تعالوا نشوف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ من هؤلاء المتقين؟ ها؟ ما شاء الله، أحد أراد أن يجيب. ما شاء الله، الرشيد العبيدي يقول: الذين يؤمنون بالغيب فقط. يا رشيد، أنت تريد الذين يؤمنون بالغيب، هذه الصفة الأولى، ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الثالثة،
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بارك الله فيك يا رشيد يا رشيد، ورضي الله عنك. إذا هكذا وردت، طيب حد يستطيع أن يأتي بمثل هذا مثال آخر؟ يا حد يعني ممكن يساهم ويقول عندي مثال كما قلت؟ هل أحد عنده مثال؟ الله ما شاء الله. في سورة حد يعرف منكم في سورة المؤمنون؟ أين في سورة المؤمنون؟ أين في سورة المؤمنون؟ يلا أحد يفتح المصحف على سورة المؤمنون ويقول ما بها. أبو عائشة الرشيد، سعاد الراشدي، والأخت بسمة. طيب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم بفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم للزكاة فاعلون. طيب، هذا التعريف ده نسميه تفسير القرآن بالقرآن. هل وضحت الفكرة يا شباب؟ وضحت الفكرة أمامكم؟ طيب، وكأنك تقول زد لنا في الأمثلة حتى يتضح ما تريد أن تقول. تعالوا بنا، لما قال ربنا سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هي هذه الكلمات يا كرام؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ يعني ما الآية التي فسرت هذه اللفظة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ما هي الكلمات يا كرام؟ شاركونا، ما هي الكلمات؟ هي قوله سبحانه وتعالى قال، أي الاثنان، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الكلمات التي جاءت في سورة البقرة في الآية 37 فسرها ربنا سبحانه وتعالى بالآية 23 في سورة الأعراف، لما قال ربنا سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يعني أن الله أهدى آدم كلمات دعاء يقوله سبحانه وتعالى من أجل أن يتوب عليه. قال، أي الاثنان، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا إذا أراد الله بعبد خيرا ووجد وعلم منه أنه يريد التوبة يسر له أسباب التوبة. مثال آخر حتى يتضح الكلام. وعن عمر بن الخطاب في تفسير قوله سبحانه وإذا النفوس زوجت، زوجت، هل زوجت هنا بمعنى تزوج في الجنة الذكر بالأنثى؟ هل هنا معناها وإذا النفوس زوجت، زوج أهل الجنة الرجال بالحور العين أو بأزواجهن من الآدميات؟ لأنكم تعلمون أن المؤمن له في الجنة يعني زوجات، زوجة من الآدميات أو زوجات من الآدميات، وهي زوجته التي كانت في الدنيا أو أكثر، أو وفي الآخر أيضا من الحور العين. وسواء الزوجة هي الملكة المؤمنة، هي الملكة
معه في الجنة إن شاء الله. جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم، اللهم آمين. طيب تعالوا، هل هذا صحيح؟ هل إذا النفوس زوجت زوج الرجال في الحور العين أو بالنساء الآدميات، وهل هذا هو المفهوم؟ هل هذا هو المفهوم يا بنات؟ هل هذا هو المفهوم يا أخوات؟ هل هذا هو المفهوم؟ لا، هنا معناها زوجت، إذا رجعت إلى كتب اللغة وجدت أن الزاي والواو والجيم بمعنى قورنا، بمعنى قورنا يعني قارنا، معناها أي يعني أن يقرن الرجل الصالح بالرجل الصالح في الجنة، ويقرن الرجل السوء الرجل السوء بالرجل السوء في النار. يعني فرعون يقترن به الفراعنة في النار، والمؤمنون يقترنون كما قال ربنا في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وأيضا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يبقى المقصود هنا بالنفوس زوجت الرجل المؤمن مع الرجل مع أخيه المؤمن في الجنة، الرجل السوء مع أخيه أيضا السوء في الجنة في النار. طيب ماذا فسر عمر بن الخطاب؟ وهنا يطرح لنا إن شاء الله الموضوع. قال عمر: تزويجها أن يؤلف كل قوم إلى شبههم، شبههم في الدين، شبههم في الدين، إذا كانوا من أهل الدين الحق فهم في أهل الجنة، وإذا كانوا غير ذلك فهم في النار، كما قال ربنا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. لاحظ، فسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآية في آية في دلالة آية أخرى. ولعل السائل يسأل ويقول: ما الكتاب الذي اهتم بتفسير القرآن في القرآن؟ أولا، من الكتب العتيقة القديمة أكثر ابن كثير من هذا النوع من التفسير، أكثر ابن كثير من هذا النوع من التفسير، أكثر ابن كثير من هذا النوع من التفسير، فيذكر الآية ويأتي بتفسيرها بدلالة آية أخرى، رحمه الله رحمة واسعة، وهو في ذلك متميز وهو في ذلك بارع. طيب هل في كتاب استقل بذلك؟ نعم، الكتاب الذي استقل بذلك هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، اهتم بتفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي براعة في هذا التفسير، ولم يكمله ولكن أكمله بعده تلميذه عطية سالم. فعليكم بهذا الكتاب إذا أردتم أن تفسروا القرآن في القرآن. الأخت الكريمة سعاد الراشدي تقول: هناك مثال في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم فجاء في الآيات التي تليها تفصيل في هذه البقرة ومواصفتها رضي الله عنك يا أخت سعاد. هل مفهوم يا أخوات تفسير القرآن بالقرآن الآن؟ هل مفهوم فيه سؤال؟ إذا كان مفهوما ننتقل إلى المصدر الثاني من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة النبوية. هل في سؤال ولا استفسار؟ طيب إذا جاءكم يعني سؤال ف
تكتبه على الشاشة. يبقى نكتب هنا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تفسير هنا تفسير أضواء البيان إذا أردت تفسير أضواء البيان. أضواء البيان وفيه علم كثير في إيضاح القرآن في القرآن رضي الله عنكم وأرضاكم. طيب تعالوا نشوف المصدر الثاني وهو تفسير القرآن بالسنة. يبقى أول ما إذا أراد المفسر أن يفسر كلام الله فأول مصدر يرجع إليه القرآن الكريم، وأوضحنا أمثلة. طيب ما المصدر الثاني إذا لم يجد في القرآن؟ إذا لم يجد في القرآن فأين يذهب؟ يذهب إلى السنة، لأن الله عز وجل كلف نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان ألفاظ القرآن ومعانيه. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن ثم فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن، تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، سواء كان هذا البيان قوليا، كما أنتم تعلمون أنواع بيان القرآن بالسنة، بالأقوال أو بالأعمال أو بالإقرار. وهذا قليل جدا، وهذا قليل جدا يعني. ومثاله لما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في غزوة ذات السلاسل، وكان هو القائد، فأصابته جنابة، وكان اليوم أو الليلة شديدة البرودة جدا، فأراد أن يصلي بالناس فتيمم وصلى بالناس، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس يا عمرو وأنت جنب؟ قال يا رسول الله قرأت حوله سبحانه وتعالى. هنا قرأ وفهم قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحكه هنا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على صحة ما فهم عمرو رضي الله عنه وأرضاه فاتح مصر. الأقوال، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فصل القرآن بالأقوال والأفعال. والسؤال والإقرار، والسؤال هل ما هو القدر الذي فسر النبي به القرآن؟ ما مقدار يعني ما مقدار ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ اختلف الناس في ذلك، يعني اختلف أهل العلم هل فسر القرآن كله أم فسر مقدارا منه. الراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة ما تحتاج إليه في كتاب الله تعالى، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا،
وحتى بلغ الرسالة حق البلاغ امتثالا لأمر الله سبحانه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبلاغه يتضمن بلاغ الألفاظ وبلاغ المعاني. طيب، وخرج من ذلك البلاغ الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمه. النبي لا يعلم الغيب، الله استأثر في أمور غيبية إلا ما كشف الله بها لأنبيائه ما أراد لحكمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى يخرج من البلاغ، يخرج من البيان النبوي للآيات الأمور الغيبية التي استأثر الله بها، والأمور التي لا قائل من معرفتها، مثل لون كلب أصحاب الكهف عصا موسى، هل كانت من أنواع، من أي أنواع من الشجر، والآيات التي تفهم بمعرفة كلام العرب وهم يعني من أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل البيان، لا يحتاجون أن يعرفوا بلغتهم هم أهلها، والآيات التي يسهل على الذهن فهمها، أول ما ترد عليه مثل حرمت عليكم أمهاتكم فإن المراد بها تحريم الوطأ ولا يتبادر إلى الذهن غيره، يعني لا يتبادر إلى الذهن في التحريم غير الوطأ، والمقصود به هنا حرمت عليكم أمهاتكم أي مراد به الوطأ. الراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى ربه إلا أن بعد أن بين القرآن، وخرج من هذا البيان الأمور الغيبية التي تأثر الله بها. والنقطة الثانية الأمور التي لا طائل من معرفتها، ما لون كلب أصحاب الكهف، عصا موسى كانت من أي الشجر، والآيات التي تفهم بمعرفة كلام العرب وهم لأنهم أهل البلاغة والفصاحة، والآيات التي مجرد أن تقولها مفهومة للذهن. طيب، هذا هو الراجع. تعالوا نشوف نماذج من تفسير القرآن بالسنة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني في الفاتحة قال ربنا: غير المغضوب عليهم. من هؤلاء؟ من المغضوب عليهم؟ من المغضوب عليهم؟ إذا قرأت القرآن كله واستقرأت كلمة المغضوب عليهم وجدت هذه الكلمة لصيقة باليهود، من صفات اليهود. فسر النبي المغضوب عليهم باليهود: ولا الضالين. لو استقرأت آيات الضلال في القرآن وجدتها في غالبيتها لصيقة بالنصارى، ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الضالين بالنصارى. ولاحظوا الإيجاز في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا البساطة والوضوح في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، القوة نكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي. ما هذا الإيجاز يا رسول الله؟ أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وأنت إذا تأملت وجدت أن الذي يحدث نكالا وإضعافا وإهلاكا للعدو الرمي،
تعالوا ناخذ، لو اخذنا الرمي على مدار التاريخ، ففيه رمي بالنبل وفيه رمي بالسهم وتقدم شوية، وفيه رمي بالمنجنيق، وفيه رمي أيضا بقوة اللهب بالكرة اللهبية كما حدث في فتح القسطنطينية. وأنت تجد الآن الرمي إما بالطيران، الرمي إما بالصواريخ، الرمي بالدبابات، الرمي حتى يعني رمي بالرصاص وهكذا. فأصبح كلمة الرمي كلمة جامعة. ما شاء الله يا رسول الله، أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ولذلك الكلمة مختزن فيها، الرمي هذه مختزن فيها جميع المعاني التي تصلح لكل عصر، جميع المعاني التي تصلح لكل عصر، لأنه كما قال أوتي جوامع الكلم. مثال آخر، يقول علي رضي الله عنه وهو من المكثرين في التفسير، يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. هنا نريد أن نقول من القواعد التي تتعلق بالتفسير بالسنة، دعنا يعني نقولها في نهاية هذا المصدر، وعن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى يا رسول الله؟ قال رسول الله لا إله إلا الله. يا أخوانا وأخواتنا، تأملوا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن. ما هذا الإيجاز؟ ما هذا الإيضاح؟ ما هذا البيان؟ ما هذا الكشف؟ كلمة بسيطة موجزة، كلمات بسيطات موجزات قريبات من الفهم صلى الله عليه وسلم. أنت الآن إذا أردت أن تفتح تفسيرا وجدته مليئا، مليئا بماذا؟ بما يتعرض له النحوي والبلاغي والفقهي وما يتعلق بالحركة وما يتعلق بالأمور الاجتماعية. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قلت أليس يا رسول الله، أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله ذلك العرض، ذلك العرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأله الصحابة أجاب إجابة موجزة جامعة، فالكلمات جامعة. ومن مثل رسول الله؟ وشهد الله عز وجل له فقال سبحانه وأثنى عليه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليك يا رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام يفسر وإن لم يسأل. يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن تأخذ شكلين، الشكل الأول أن يسأل النبي فيجيب، يعني يسأله صحابي عن آية أو لفظة من ألفاظ القرآن فيجيب، أو يبادر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المعنى الذي علم رسول الله أنه غائب أو خفي عن أصحابه. روى مسلم بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة بقوله إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الكوثر في اللغة الخير الكثير، الكوثر في اللغة الخير الكثير، ومنه النهر، ومنه النهر اللي هو نهر الكوثر.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معرفا: الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة. صلى الله على الرسول صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. ومن القواعد التي تتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، التفسير بالسنة، قاعدة: إذا جاء التفسير من رسول الله فلا يرد، وجب المصير إليه. يعني الأئمة المفسرون عندما يأتي تفسير من النبي يقول كلمات جميلات. أول حاجة يقول، وقد جاء في تفسير هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم كذا، وإذا جاء بطريق صحيح وجب المصير إليه. ويقول ابن العربي تعليقا على مثل هذا: إذا جاء التفسير من النبي قال: ولا عطر بعد عروس. ولا عطر بعد عروس، ما هذا؟ يعني ما هذا القول ولا عطر بعد عروس؟ كانت امرأة متزوجة من رجل اسمه عروس، وكان حبيبان جليلان مكرمان، فمات عروس وتزوجت المرأة من رجل آخر، فأراد أن يخرج في رحلة، فقال لها زوجها الثاني: أحضر العطر معك. يعني كما تخرج الأسر في رحلات وتجهز يعني حاجاتها، فقال لها: يعني لا تنسي أن تأتي بالعطر. فقالت: لا عطر بعد عروس، يعني لا أضع عطرا بعد موت عروس. وهذا مثل تناقلته الأجيال. فيقول ابن العربي المالكي عندما يذكر تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في آية من آيات القرآن: ولا عطر بعد عروس، يعني ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن بعد أن فسر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت سعاد الراشدي تقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع، وصوم رمضان. وهكذا. لعلك تقول يا أستاذة سعاد أن قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة يفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا الحج والعمرة لله، يعني الأمر بالحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا من الأعمال. من ثاني: وأقيموا الصلاة تفسيرها عند النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في سؤال في تفسير القرآن بالسنة؟ تفسير القرآن بالسنة له مسلكان. المسلك الأول أن يكون تفسيرا مباشرا من الرسول. المسلك الثاني أن يكون اجتهادا من المفسر. من ثاني: التفسير بالسنة له مسلكان: مسلك بالرواية ومسلك بالدراية. يعني مسلك نقل عن رسول الله قاله مباشرة بعد قراءة الآية أو قبل قراءة الآية، يعني يفسر المعنى ثم يقول قال الله مثلا، هذا اسم التفسير المباشر. أو أن المفسر يستدل بكلمة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
على معنى آية، والمكثر من ذلك هو الإمام ابن كثير متفرد الحافظ ابن كثير، ثم الإمام البغوي الحافظ البغوي محيي السنة. يعني أنت تقول ما أحسن ما كتب في موضوع ما أحسن ما كتب في تفسير القرآن بالسنة، وأحسن الكتب وأحسن التفاسير تفسير الإمام ابن كثير، تفسير الإمام البغوي، لأنهما من يعني الحفاظ الذين كان لهم باع وتأليف في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث بصفة عامة، ولذلك تفسيرهم يعني سبحان الله تجد فيه جهدا ويستشهد بالأحاديث الصحيحة أو المقبولة سواء كانت صحيحة أو حسنة. طيب، هل في كتاب يتعلق بالتفسير النبوي؟ نعم، في كتاب رسالة علمية بعنوان رسالة العلمية بعنوان التفسير النبوي المباشر، هذا هو الكتاب وهو موجود على النت، التفسير النبوي التفسير النبوي الصريح أو المباشر، التفسير النبوي الصحيح، هذا الكتاب للشيخ الباتلي، للشيخ الباتلي جمع فيه مرويات تفسير الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والمكثرون من هؤلاء ابن كثير والبغوي. لماذا والبغوي؟ وهما كتابان في التفسير متميزان في تفسير القرآن بالسنة. ونحن قلنا أن التفسير بالسنة إما تفسير مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم وتجد أن النبي يذكره في معرض أو في سياق التفسير. والنقطة الثانية استدلال اجتهاد بقى. يعني اجتهاد المفسر في الاستدلال بالسنة. ومن أحسن هؤلاء كما قلنا هو الإمام ابن كثير والإمام البغوي، اجتهاد المفسر رضي الله عنكم وأرضاكم. هل من سؤال يا كرام؟ هل من سؤال في المصدر الثاني تفسير القرآن بالسنة؟ هل من سؤال؟ الأخوات والإخوة، بسمة، أمان، أبو عائشة، الرشيد العبيدي، سعاد الراشدي، مرحاب، مش عارف الثانية حسنة. المهم، هل من سؤال أو استفسار لكم أم أن الأمر مفهوم فنستمر؟ من يريد أن يشارك؟ من يريد؟ بارك الله بكم دكتور، بارك الله بكم. مفهوم الحمد لله. بارك الله فيك ورضي الله عنك وأرضاك. المصدر الثالث من مصادر التفسير يعني إيه؟ الإمام ابن تيمية يقول كلاما جميلا رائعا، فيقول أحسن طرق التفسير هو التفسير القرآن بالقرآن، فإن أعياك أي فإن لم تجد فعليك بالسنة، فإن لم تجد في السنة فقد ذهب كثير من العلماء إلى تفسير القرآن بأقوال السلف. هل أحد يعرف ما معنى السلف؟ ما معنى أقوال السلف؟ يعني ما معنى السلف؟ من هم السلف؟
من يجيب؟ من هم السلف يا كرام؟ الصحابة والتابعين فعلا، الصحابة ومن؟ والتابعين الصحابة والتابعين بإحسان. إلى يوم الدين إن شاء الله. الصحابة والتابعون. من عائشة؟ والتابعون. نعم يا أبا عائشة، هل تفضل. الصحابة والتابعون وتابعيهم سعاد الراشدي، الله يرضى عليك يا سعاد، أضافت إلى قول أبي عائشة التابعيهم، أحسنت. السلف هم القرون الثلاثة الأولى، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه قال وسلم. صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة قرون، قالتهم أختنا الكريمة سعاد الراشدي، قالت: هم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين. رضي الله عنكم يا أبا عائشة ويا سعاد على مشاركتكم الطيبة. وعنكم. تعالوا نعرف من هو الصحابي. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، هل يخرج من هؤلاء لأحد؟ يعني قلنا الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، ما شاء الله، يعني ثبت ومات على ذلك. طيب، كان الصحابة عربا خلصا يفهمون القرآن بمجرد أن يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى سليقتهم العربية، فهما لا تعكره عجمة. لم يدخل في الإسلام في هذه الفترة أحد من العجم، ولا يشوبه تكدير من الكدر، ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة، وكان لهم وقفات أمام بعض الآية. طيب، وكان إذا خفي عليهم معنى سألوا الحبيب صلى الله عليه وسلم فأجاب بإيجاز وإيضاح وحسن بيان صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ذكرت لنا أمثلة لما خفي عن الصحابة على الصحابة من معاني؟ يعني هل في معاني خفيت عن الصحابة؟ معقول يعني سيادنا الصحابة رضوان الله عليهم تخفى عليهم بعض المعاني وهم أهل اللغة؟ نعم، لأنه كما قال الشافعي الزكي: لا يلم ولا يجمع اللغة إلا نبي. قال الشافعي الزكي: لا يجمع اللغة إلا نبي. طيب، هل خفي على الصحابة بعض المعاني؟ هل خفي على الصحابة بعض المعاني؟ نعم. طب اذكر لنا أمثلة، أنت تقولي وأنت تقول، اذكر لنا بعض الأمثلة التي خفيت على الصحابة رضوان الله عليهم. نقول: وبالله التوفيق، خفي عن عمر بن الخطاب معنى الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا. خفي عنه صلى الله عليه وسلم، خفي عن عمر رضي الله عنه معنى الأب، والأب هو النبات الذي تأكله الدواب ويخرج كما تعرفون في الصحراء وغيرها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ عمر بن الخطاب: وفاكهة وأب، ومعه عصا في يده. قال: ما الأب؟ ثم قال: بحسبنا ما قد علمنا، وألقى العصا من يده. يعني لو عملنا بما علمنا لكفانا. كان لا يحب التنطع رضي الله عنه، وهو
من هو في فهم كتاب الله، وهو من هو مكانة في الإسلام. وأشكل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى التخوف في قوله سبحانه أو يأخذهم على تخوف، حتى قال له رجل من هزيل، قبيلة هزيل وهي قبيلة مشهورة من فصحاء العرب، التخوف التنقص في لغتنا، أو يأخذهم على تخوف، والمعنى تخوف التخوف التنقص. وخفي عن ابن عباس رضي الله عنه معنى فاطر، فاطر السماوات والأرض، وقد ورد عنه أنه قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، أنا فطرتهما، أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها، يعني فاطر أي المبتدئ للشيء على غير مثال سابق. طيب ما هذه المعاني كانت إذا خفيت مثل هذه المعاني كانت إذا خفيت على الصحابة عن الصحابة أو على الصحابة والنبي موجود في وسطهم سألوا. طيب فإن لم يجدوا اجتهدوا، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون لأنهم أهل اللغة كما تعلمون. طيب هل للصحابة يعني هل مميزات في تفسير الصحابة؟ هل أحد يستطيع أن يشاركنا؟ يعني هل في مميزات لتفسير الصحابة؟ ما هي مميزات تفسير الصحابة؟ حد يشارك؟ ما هي مميزات تفسير الصحابة؟ واحد يقول أن الصحابة كانوا يوضحون بعض المفردات الغريبة والمعاني التي فيها إشكال، وأيضا بيان أسباب النزول لأنهم عايشوها ورأوها رأي العين، وأيضا علمهم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولم يكن تفسيرا شاملا لكل القرآن الكريم، وذلك لأنهم كانوا من العرب الخلص. أيضا اعتمدوا في تفسيرهم على الكلمات الجامعة والعبارات الواضحة. أيضا من ضمن مميزات الصحابة في التفسير الصفاء من كل أنواع البدع، لم تظهر البدع في هذا القرن. أيضا قلة الاختلاف بينهم في التفسير، وما وجد يرجع غالبه إلى اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. لم يوجد بين الصحابة اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع كما أثبت العلماء ذلك. قلة الأخذ بالإسرائيليات، أصلا الإسرائيليات ماذا؟ لم يأخذوا بذلك، التزموا أحسن طرق التفسير من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. هذه مميزات تفسير الصحابة، وأيضا ولذلك يعني تفسير الصحابي حجة لأنهم شهدوا التنزيل، وخاصة إذا اجتمعوا على معنى، إذا اجتمعوا على معنى فأصبح موجب الاعتماد والأخذ به. والسائل يقول ما مصادر الصحابة في التفسير؟ يعني ما هي المصادر التي رجع إليها الصحابة في فهم كتاب الله؟ أنتم تقولون وترددون معنا تفسير القرآن بالقرآن، نعم تفسير القرآن بالسنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الاجتهاد وقوة الاستنباط. المصدر الرابع أهل الكتاب، وخاصة ما صح مما ذكره من آمن من اليهود مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي مصادر الصحابة في التفسير. أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة، كان الصحابة على
علم وعلى جمع لأدوات المجتهدين، والنبي أقر باجتهادهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة؟ أولاً معرفة أوضاع اللغة وأسرارها، وفي قمة ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ولذلك قالوا إذا جاء التفسير عن ابن عباس وجاء عن غيره قدم ما قاله ابن عباس. لماذا؟ لأنه نال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. أيضا هم عندهم معرفة بعادات العرب في الكلام، في أساليب الكلام، عادات العرب. أيضا من الأداة الثالثة معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن، ويضاف بعد ذلك قوة الفهم وسعة الإدراك وصفاء النفس والعقل. جيل قال الله فيه رضي الله عنهم ورضوا عنه، جيل قال الله فيه سيؤولون من المهاجرين والأنصار، ما شاء الله، فزكاهم الله وعدلهم الله، فهم أهل الزكاة وهم أهل العدل، رضي الله عنهم وأرضى. أدوات الاجتهاد عند الصحابة. ولعل سائلا منا يسأل ويقول ويستفسر، من أشهر المفسرين من الصحابة؟ اشتهر بالتفسير من الصحابة، ونحن يعني إذا قصدنا ذلك نقلا عن السادة العلماء نقول يعني من وردت عنهم روايات بالتفسير، من وردت عنهم روايات في التفسير، وهم بين مكثر ومقل، بين مكثر ومقل. اشتهر بالتفسير من الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمكثر علي. طيب وأفضل الناس وأزكى الناس في فهم كتاب الله بعد رسول الله أبو بكر الصديق. أبو بكر الله ألهمه الله عز وجل فهما نجى به الأمة، خذ على سبيل المثال لما قال لما استنبط من قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قتال المرتدين، قال رضي الله عنه وأرضاه لا أفرق بين ما جمع الله، لا أفرق بين ما جمع الله، جمع الله بين الصلاة والزكاة. طيب والذي يفرق بينهما يبقى أصبح هنا مرتدا، فلا بد من قتاله بعد إيضاح الأمور إليه. قال ابن عباس تعليقا على استنباط أبي بكر ما أفطن هذا الرجل، فكان أفطن الناس بكتاب الله بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق، ولكنه مقل في التفسير، يعني ما ورد عنه من روايات تفسيرية قليل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا من أفقه الناس في كتاب الله بعد عمر، بعد أبي بكر وكذلك عثمان. المرويات عن سيدنا عمر يعني وسط ما بين القلة والكثرة، أما علي فكثرت عنه الروايات في التفسير. ثم أصحاب المدارس الثلاثة، مدارس التفسير، مدرسة مكة المكرمة وشيخها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهي أحسن مدرسة في التفسير كما قال الإمام ابن تيمية، أحسن مدارس التفسير هي مدرسة مكة المكرمة، ثم مدرسة المدينة المنورة وشيخها أبي بن كعب، ثم مدرسة الكوفة العراق وهي مدرسة عبد الله بن مسعود. يبقى الخلفاء الأربعة المشهورون بالتفسير، الخلفاء الأربعة
المكرمة أبي بن كعب شيخ مدرسة المدينة المنورة، وعبد الله بن مسعود شيخ مدرسة الكوفة، ثم زيد بن ثابت، وأنتم تعلمون جهود زيد في كتابة القرآن، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وأجمع. مشهورون، نحن نقول يعني المشهورين في التفسير، يعني من جلس مجالس التفسير، من جلس مجلسا للتفسير واشتهر بالتفسير. يعني عائشة اشتهرت بالفقه لكن لها أقوال في التفسير مرويات، نعم انتبهوا لازم. أنس بن مالك له مرويات في التفسير، نعم. أبو هريرة له مرويات في التفسير، نعم. عبد الله بن عمير، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الزاهد، لهم مقولات في التفسير ومرويات في التفسير، نعم. وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدا. اطرح الأمر. من ثاني المشهورون أشهر المفسرين من الصحابة الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون الأربعة، وأصحاب المدارس الثلاثة في التفسير، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. ومنهم من ورد عنه روايات في التفسير لكن قليلة جدا، أنس بن مالك وأبي هريرة رضي وأبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة رضي الله عنهم جميعا. لكن عائشة كما قلنا اشتهرت بالفقه. طيب، وقلنا أعلم الناس بالتفسير. طيب، إذا لم يجد المفسر تفسيرا عند الصحابة أين يذهب؟ الإمام ابن تيمية قال إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس كما تعلم. ويعني تتمة لفهم الموضوع، نقول هل من نماذج من تفسير السلف يتضح بها هذا الشرح؟ نقول وبالله التوفيق، تعالوا بنا نأخذ بعض الأمثلة. التفسير بالمطابق أو بما وضع له اللفظ، يعني اللفظ وضع لبيان معنى، هذا نوع من أنواع تفسير السلف. مثال قوله تعالى وكتاب مستور، قال قتادة بن دعامة السدوسي وهو من التابعين والضحاك مستور مكتوب، وكتاب مستور يعني مكتوب، هذا ما وضع له اللفظ. وقوله تعالى وبست الجبال بس أي فتتت، تفتتت الجبال، فتتت الجبال بأمر من الرحمن سبحانه وتعالى. طيب عمن ورد ذلك؟ عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، وعن التابعي الجليل مجاهد بن جبر، وعن التابعي الجليل عكرمة. عكرمة إذا ذكروا عكرمة في كتب التفسير معناه عكرمة مولى ابن عباس وليس عكرمة ابن أبي جهل، وإسماعيل السدي وأبي صالح، هؤلاء من الصحابة والتابعين فسروا وبست الجبال بس أي فتتت. تفسير السلف أيضا لقوله وهو الغفور الودود في سورة البروج، الودود هو المحب، الودود هو الحبيب،
الودود هو الحبيب، وهي هنا بمعنى المحب لأوليائه، المحب لأوليائه رضي الله عنه. طيب النوع الثاني من أنواع التفسير التي وردت عن السلف التفسير باللازم، والمراد بها أن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة ولكن يلزم منه هذا المعنى المستفاد، يلزم إما عقلا وإما عرفا، كالكتابة تستلزم كاتبا، يعني مثلا الكتابة أثر من آثار الكاتب، يعني لا تكون كتابة لا تكتب نفسها لكن لازم أن لها معنى يتممها الكاتب. قوله تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان بها. ماذا قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن؟ قال لو شئنا لرفعناه بعلمه، لأنه قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ولو شئنا، قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى الآية، ولو شئنا لرفعناه بعلمه. اللهم ارفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. وقال الطائفة الضمير في قوله رفعناه، تأملوا، عائد على الكفر، والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياته. يعني سبحان الله، الآيات والبراهين والدلائل كانت سببا في ذهاب الكفر عنه، رفع الكفر عنه. وقال مجاهد وعطاء لرفعناه عن الكفر بالإيمان وعصمنا، وهذا المعنى حق، يعني لرفع عنه الكفر بالإيمان وعصمه الرحمن، وهذا من معاني التفسير باللازم. أيضا من مسالك الصحابة في التفسير، من مسالك السلف في التفسير، أن يفسروا اللفظ بجزء من المعنى. يعني وردت فيه أقوال كثيرة، يختار المفسر أو يذكر المفسر جزءا من المعنى، ولا كأنك تقول هلم وأسرع ووضح لنا هذه المعنى. قال ربنا وجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى المبارك؟ المبارك معلم الخير، المبارك معلم الخير، وهذا جزء مسمى المبارك. فالمبارك له معان كثيرة. أول، المبارك هو كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما أو نصحا وإرادة واجتهادا. فالمبارك كثير الخير في نفسه ثم يحمل هذا الخير لغيره، وهذا جزء من المعنى. أيضا من مسالك السلف في التفسير التفسير بالمثال، يعني يذكر مثالا من المعاني من الأمثلة. قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. قيل الحسنات الصلوات، هل هذا معناه أن كلمة الحسنات، لفظ الحسنات عينها يعني المعنى الوحيد فيها هو الصلوات؟ لا. وقيل قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الحسنات في قول آخر. طيب قال ابن عطية الأندلسي صاحب كتاب المحرر الوجيز وهذا كله إنما هو على جهة المثال بالحسنات، يعني من الحسنات الصلوات، من الحسنات الذكر، وهي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي تفسير قوله سبحانه الذين
تؤمنون بالغيب؟ قال زر من السلف: الغيب القرآن. وقال عطاء: الغيب القدر. قال الراغب: وقول زر لأن الغيب هو القرآن، وقول عطاء لأن القدر تمثيل لبعض ما هو غيب، يعني من أنواع الغيب، من أنواع الغيب، من أنواع الغيب، من أنواع الغيب القرآن، من أنواع الغيب القدر، من أنواع الغيب، وهكذا ذكر كل على حسب ما أتيح له. تكلمنا الآن على مصادر تفسير: المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية، المصدر الثالث أقوال السلف. يعني إذا أراد المفسر أن يفسر كلام الله فعليه أن يبحث عن معنى الآية في القرآن الكريم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا لم يجد المفسر تفسير الآية بدلالة آية أخرى بحث في السنة عن تفسير الآية. قال فيها النبي قولا، فإذا لم يجد أن النبي قال قولا في التفسير في الآية يذهب إلى أقوال السلف. من هم السلف؟ الصحابة، التابعون، وتابع التابعين. وقد ذكرنا لكم بعضا من الأمثلة على كل مصدر. المصدر الرابع هو اللغة العربية. كما تعلمون المصدر الرابع اللغة العربية. جاء النص على عربية القرآن في غير آية، منها قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لأنكم لو عرفتم اللغة وضح لكم المعنى، تعقل المعنى. ولذلك قال لعلكم تعقلون، أي تعقلون المعاني التي جاءت الألفاظ جاءت الألفاظ من أجل أن تفسر بها، لأنكم أهل اللغة، أهل الفصاحة، أهل البيان. قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقوله قرآنا عربيا غير ذي عوج، لعلهم يتقون. طيب ما معنى التفسير اللغوي أو التفسير باللغة؟ هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب. تعريف التفسير اللغوي أو التفسير باللغة هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب. وما المراد بما ورد في لغة العرب؟ ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن. يبقى تفسر ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن. من تاني مرة أخرى: التفسير باللغة العربية هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب. والمراد بما ورد في لغة العرب أي ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن. مكانة التفسير اللغوي. قال الإمام الشاطبي صاحب كتاب الموافقات والاعتصام: لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، يعني العرب، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. الشريعة عربية، فلا بد لمن يتكلم في الشريعة
التمكن في اللغة العربية، والعربية اللسان، فمن تكلم العربية كان عربيا، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه العرب، وهذا جار على المعاني والألفاظ والأساليب، يعني يجري هذا الموضوع على المعاني التي فهمها العرب، على الألفاظ التي قالها العرب، على الأساليب التي خوطب أو خاطب بها العرب. من ثاني مقولة، مرة أخرى، مقولة الإمام الشاطبي صاحب كتاب الموافقات وصاحب كتاب الاعتصام: لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذي نزل القرآن في لغته. طيب، طرق التفسير باللغة. طرق التفسير باللغة: العلم يا كرام مصدره إما نقل أو الاجتهاد، أو نقول النقل والعقل. النقل يعني الآثار التي وردت عن السلف في هذا المعنى أو في هذا اللفظ أو في هذه الآية، والعقل الاجتهاد بناء على علم. مثال قوله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبطر. الشانئ أجمع العلماء وأجمع السلف وأجمع المفسرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى هذه اللحظة أن الشانئ هو المبغض، يعني يا رسول الله مبغضك هو المقطوع عن كل خير، وهذه بشرى. من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع خيره، من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عنه الخير. هذه قاعدة سنها نفهمها من كتاب ربنا سبحانه. وأنت إذا رجعت إلى كتب اللغة وخاصة كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، عرفت أن شانئك تتكون من حروف الشين والنون والهمز. شانئ الشين والنون والهمزة، وهم أصل صحيح يدل على البغضة والتجنب للشيء. يعني في اللغة الشانئ هو المبغض، في اللغة الشين والنون والهمزة أصل يدل على البغضة، يعني البغضاء، يبغض فلان يبغض فلان يبغض فلان، وهكذا. وقد أجمعوا على أن الشانئ هو المبغض. طيب، الاجتهاد يعني إيه الاجتهاد؟ إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فحمله على أحد هذه المحتملات يعتمد على الرأي والاجتهاد من المفسر. نحن قلنا أن مسالك التفسير باللغة، مسالك التفسير باللغة مسلكان: المسلك الأول النقل، والمسلك الثاني الاجتهاد. النقل إذا كان اللفظ يحتمل معنى واحد، وهذا فيه إجماع. الاجتهاد أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى، وعلى المفسر أن يجتهد أن يحمل اللفظ على أحد المعاني. تعالوا نشوف مثال ورد في معنى الهيم في قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم. ورد فيها قولان: القول الأول الإبل العطاش، الإبل العطاش، يعني الإبل عندما يشتد
عطشها. ورد عن من هذا؟ عن تلميذه مجاهد، عن تلميذه عكرمة، عن الضحاك، عن قتادة. هؤلاء ورد عنهم هذا المعنى. القول الثاني الرمل، فشاربون شرب الهيم. الرمل، وكأن الرمل يعني يأخذ ويتشرب الماء الكثير. ورد ذلك عن سفيان الثوري وهو من تابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. ومرجع الخلاف في هذا التفسير إلى احتمال لغوي في كلمة الهيم، لأنها تحتمل هذا وذاك على سبيل الاشتراك اللغوي في المدلول. طيب، اختيار المفسر أحد المعنيين المحتملين اجتهاد منه، وهو راجع إلى الاستدلال. من ثاني مسالك التفسير باللغة، مسالك التفسير باللغة مسلكان. المسلك الأول هو النقل، المسلك الثاني هو العقل، وهو الاجتهاد. وهنا يعني يرد سؤال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لغوي؟ كما قلنا أن المقدار الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم قليل. لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من ألفاظ القرآن إلا ما احتاجوا إليه وقليل. طب قل لنا مثال غير ما قلت في الأمثلة السابقة. قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط العدل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوسط العدل. طيب، ومنه تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أشكل هذا صلى الله عليه وسلم بأنه بياض النهار وسواد الليل. أرجو أن يكون واضحاً. يبقى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير اللغوي قليل. لماذا قليل؟ لأنهم أهل لغة يفهمون عندما يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا بعض الألفاظ التي خفيت عليهم، وقلنا من ذلك أمثلة. ونأتي إلى ذكر أمثلة من تفسير السلف في اللغة. يعني أحياناً يذكر المسلك الأول أو الطريق الأول، يذكر معنى اللفظ من غير أن يذكروا مصدره. هم مصدره. والطريق الثاني أن يذكروا معنى اللفظ، معنى اللفظ ويذكروا شاهداً من الشعر، لأن الشعر هو ديوان العرب، ومن ديوان العرب تعرف المعاني، ومن ديوان العرب تعرف معاني ألفاظ القرآن. فنقول هذا ونقول هذا. تعالوا نشوف ونتأمل الطريق الأول، أن يذكروا معنى اللفظ من غير أن يذكروا مصدره. تعالوا نشوف أول حاجة معنى زهاقا في قوله سبحانه وتعالى من سورة النبأ الآية 34: وكأسا دهاقا. ماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس: ملأ الكأس، ملأ. طيب، هل دهاقة معناها في اللغة هكذا؟ تعالوا نذهب بنا إلى معجم مقاييس اللغة للإمام ابن فارس ونرى. قال: دهاقة، الدال
والهاء والقاف يدل على امتلاء. ما شاء الله ما شاء الله. ابن عباس قال كأسا لهاقا يعني ملأ يعني مليئة، ملأ أفصح طبعا. طيب هل في معجم اللغة عند ابن فارس معنى دهقا تدل على امتلاء؟ نعم، يقال أدهقت الكأس أي ملأتها، أدهقت الكأس أي ملأتها، وهذه الكأس في الجنة كما تعلم. طيب هذا المعنى الأول. وعن ابن عباس في معنى قوله سبحانه وتعالى كلا لا وزر، كلا لا وزر. طيب ما معنى وزر؟ الواو والزاء والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على كلمة الملجأ والآخر الثقل في الشيء. الأول الوزر الملجأ كما قال. طيب تعالوا هنا نقول ماذا قال ابن عباس. قال ابن عباس في رواية هنا كلا لا وزر يعني لا حرز. أنت تعرفون من عنده مال يحرزه من أجل ألا يسرى، ومن عنده يعني أشياء سمينة يحرزها يعني يربطها أو يحكم عليها الإغلاق حتى لا تمتد اليد إليها، فحرز. وأيضا ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه لا حصن ولا ملجأ. يبقى أخذت كلمة وزر ثلاثة معاني، الحرز الحصن الملجأ في اللغة، وهي هكذا جاءت هنا تفسير. الطريق الثاني في معرفة اللغة أن يذكروا المعنى ويستشهدوا على المعنى بالشعر، أن يقولوا المعنى ويستشهدوا على المعنى ببيت من الشعر. قل مثال. مثال عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأطعم القانع والمعتر. القانع ما معنى القانع؟ قال سعيد وهو من التابعين وتلميذ نجيب لابن عباس قال القانع السائل الذي يسأل. القانع السائل الذي يسأل. ثم أنشد سعيد بن جبير قول الشاعر لمال المرء يصلحه فيبقى، معاقره أعف من القنوع. لمال المرء يصلحه فيبقى، معاقره أعف من القنوع. يعني حتى في المثل يعني المال القليل يغني عن السؤال، ما قل معك يغني عن سؤالك. يعني ما قل معك من مال الملك لك يعزك ولا يجعلك تمتد يدك لغيرك تسأله. والسؤال هل ورد في معجم مقاييس اللغة القنوع بمعنى السائل؟ قال ابن فارس القاف والنون والعين أصلان صحيحان أحدهما يدل على الإقبال على الشيء ثم تختلف معانيه مع اتفاق القياس، والآخر يدل على استدارة في الشيء. فالأول الإقناع، فالأول الإقناع الإقبال بالوجه على الشيء، يقبل بوجهه على الشيء. ومن هذا الباب قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل.
من ثاني. ومن هذا الباب يقول ابن فارس رضي الله عنه وارضاه: ومن هذا الباب قنع يقنع قنوعا قنوعا، يعني سأل. قال ابن فارس: كما قال ربنا سبحانه: وأطعم القانع والمعتر. فالقانع السائل، وسمي قانع لإقباله على من يسأله. تجد الرجل إذا أو المرأة إذا أرادت أن تسأل غيرها ما لم تقبل عليه، تقبل عليه. وهكذا ورد يعني التفسير باللغة بطريقين. الطريق الأول أن يقول السلف المعنى بدون مصدر، لأنهم هم المصدر بسبب لغتهم وفصاحتهم، أو يقول ويستشهد على ذلك في بيت من الشعر. مصادر التفسير اللغوي: الكتب. المصادر هي الكتب التي هي موضع له وعنها يصدر، يعني يصدر التفسير اللغوي أو التفسير باللغة. يمكن تقسيم مصادر التفسير اللغوي إلى عدة مصادر. المصدر الأول كتب التفسير غنية وثرية بالتفسير اللغوي. المصدر الثاني كتب معاني القرآن، مثل معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، ومثل معاني القرآن للزجاج، ومثل معاني القرآن للفراء، وهكذا كتب معاني القرآن. المصدر الثالث كتب غريب القرآن، مثل كتاب المفردات في غريب القرآن أو غريب القرآن للأصفهاني، وهي مفردات ألفاظ القرآن بتحقيق الأستاذ عدنان الداوودي. وننصح كما نصحنا مشايخنا بأن يكون هذا في بيت كل باحث في القرآن، اللي هو مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني بتحقيق الأستاذ عدنان الداوودي. المصدر الرابع كتب معاجم اللغة، كتب معاجم اللغة مثل مقاييس اللغة كما قلنا وذكرنا. المصدر الخامس كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي. من ثاني الكتب أو مرة أخرى الكتب الغنية والثرية بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم كتب التفسير. طيب، وكأنك تقول: ما أشهر الكتب التي اهتمت واعتنت بالتفسير اللغوي؟ الإمام الطبري في تفسيره تفسير الطبري وتفسير الإمام ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز وتفسير الزمخشري الكشاف وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي وتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور التونسي. من ثاني من الكتب الغنية الثرية بالتفسير اللغوي شيخ المفسرين الإمام الطبري، تفسير الطبري وتفسير ابن عطية المحرر الوجيز والزمخشري في كشافه وأبو حيان في البحر المحيط في التفسير وابن عاشور في التحرير والتنوير والإمام النسفي أيضا في كتابه. وكأنك تقول يعني كلنا أمثلة مما ورد عن الإمام الطبري وهكذا. قوله: ذلك ما كنت منه تحيد في سورة قاف في الآية 19، يقول: هذه السكرة التي جاءتك في يوم القيامة أيها الإنسان بالحق هو الشيء الذي كنت تهرب منه ومنه تروع، يعني تخاف. والحيد الميل والعدول، يقال حاد عن الشيء يحيد حيدة وحيودا، وهو معنى الضرغان الذي فسر به إذ الضرغان ميل. يقول: زاغ الرجل والثعلب، يقول: راغ الرجل والثعلب روغا وروغانا،
مال وحاد عن الشر. هذا مثال مما جاء في الطرق. ما هي القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي؟ القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، هو مقدم على قول اللغويين. يعني التفسير الذي يأتي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم مقدم على التفسير قول اللغويين. هذه قاعدة. القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية جاز تفسير الآية بها كلها. يعني إذا ورد خمس معان تحمل الآية على الخمس معان إلا أن يكون فيها ترجيحا. لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية، ما ينفعش. أربعة: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. مصادر التفسير: إعادة، المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية، المصدر الثالث أقوال السلف، المصدر الرابع اللغة العربية. هل من سؤال يا كرام؟ هل من سؤال؟ هل الموضوع مفهوم وبسيط؟ جزاكم الله خيرا دكتور، لا سؤال. بارك الله فيك أبا عائشة ورضي الله عنك. وعنكم يا سيدي. هل يا كرام أنتم أهل الكرم والجود من سؤال؟ الأستاذة سعاد الراشد واضح، بسمة واضح، بارك الله. تقبل الله منا ومنكم قبولا حسنا. جزاكم الله خيرا شيخنا، ورزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل به. والمرجو منكم يا كرام أن تدعوا أصدقاءكم وأن تدعوا معارفكم لحضور مجالس العلم هذه. وأعظم مجالس العلم ما يتعلق بكتاب الله، لأنه أشرف العلوم. كل واحد مننا لو كلم واحدا أو اثنين أو أكثر لا كثر الجمع وحلت البركة وغشيتنا الرحمة وذكرنا الله في من عنده. فالمرجو منكم دعوة غيركم. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.